إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة الجزء الخاص بالوير. اتكلمنا المرة اللي فاتت بصورة عامة عن الكنترول ستراكشر، واتكلمنا بصورة عامة عن الكروسنج ستراكشر. المرة دي إن شاء الله هنتكلم بصورة خاصة جدا عن أول كنترول ستراكشر عندنا اللي هو الوير، ونعرف استخداماته، وبعد كده نكمل الجزء بتاع الفلونت واستخدامات الفلونت. الهدار هو عبارة عن منشأ يوضع في المجرى المائي بعرض المجرى المائي لأسباب كتيرة جدا. أول حاجة بنستخدم الهدار عشان نقيس بيه التصرفات، يبقى أول استخدام للتصرف قياس التصرفات، كيو بتساوي تلتين سي دي بي جذر جي اتش وستات على اتنين. قانون بسيط جدا، اتش معايا بي معايا، اعوض في قانون كيو اقدر احسب التصرف اللي هيعدي المجرى المائي، وببساطة جدا اقدر احسب التصرف اللي هيجري في المجرى المائي. تاني حاجة بيقول لك تو كنترول ذا ووتر ديستريبيوشنز، بيقول لك التحكم في توزيع المية، بمعنى ان انا عندي تصرف ماشي اهو وانا عايز اوزع المية بالتساوي، مش بالتساوي يعني بتصرفات مختلفة، بس عايز اوزع المية هنا، فانا بحط هنا هدار او انطرة الاثنين بالنسبة لي. فلما احط هدار او انطرة في المية بترتفع منسوبة هنا، لما ترتفع منسوبة هنا وترتفع منسوبة هنا فيبدأ التصرفات تتوزع، لما تبدأ التصرفات تتوزع تبدأ تتوزع بناء على عرض المجرى المائي وميوله. تمام. بعد كده بيقول لك تو ريديوز ووتر سيرفيس سلوب ان ستيب، بيقول لك لتقليل من سطح الميه في الاراضي شديده الانحدار، بمعنى منطقه زي دي، دي منطقه الفيوم يا جماعه، الارض شديده الانحدار، الميه عماله تمشي، طبعا كل ما الميل بيزيد، كل ما الميل بيزيد طبعا عارفين ان كل ما السرعه بتزيد، وكل ما السرعه بتزيد كل ما السريان بيتحول من سب كريتيكال لسوبر كريتيكال فلو، فانا عايز اخلي السريان دايما فوق المنشآت دي، فاعمل ايه؟ فيقوم عامل لك الميل اهو، بيقول لك ده ميل قاع الاصلي قبل الهدرات، وده الميل بتاع الهدرات. فبيقول لك انا هحط هدرات، فالهدرة هتعمل ايه؟ هترفع منسوب الميه، بعد كده يبدا ترفع منسوب الميه هنا ومنسوب الميه هنا وهكذا. يبقى انا كده قللت الميول بتاع سطح الميه في الاراضي شديده الانحدار. رابع حاجه عندي بيقول لك لحمايه قاع الترع عند مساقط المياه. في الجزء ده المفروض ان هو يحصل نحر، لما انا احط منشا فانا متاكد ان الميه هتعدي فوق المنشا فمش هيحصل نحر. اهو في الدقيق اللي هو بيقول لك الجزء ده، انا حطيت هنا قدار، فبدل ما هيحصل هنا نحر لا خلاص انا حطيت المنشا فخلاص بقى المكان امن بالظبط. بيقول لك ايه هي التايبز اوف فيرز، يعني بيقول لك ايه انواع الهدرات اللي عندي. عندك نوعين مشهورين جدا، اللي هو الكلير اوفر فول وير اللي هو الفيوم تايب، وده اللي احنا هنستخدمه غالبا في المنهج عندنا، اللي هو الكلير اوفر فول وير ده اللي هنستخدمه غالبا. في ستاندنج ويف وير، ستاندنج ويف وير ده اللي هو الهدار ذو العتب العريض، وده انت درسته في سنه اولى مدني، ده ليه استخدام وده ليه استخدام، بس لازم تفهم ان غالبا الهدار الفيومي ما بيبقاش مغمور كليا بالمايه، يعني لو انت جيت هنا هتلاقي ارتفاع الهدار اعلى من داون ستريم موتور ليفل، انما الستاند ويف وير غالبا مغمور كليا بالميه. اخر نوع اسمه ستيبد وير، والرسمه دي رسمتها لكم المره اللي فاتت. ستيبد وير ده يعني هو عنده هيعمل اكتر من هدار ورا بعض، اللي ده بيستخدم لتقليل اللي هي من سطح الميه في حاله الميول، بيقول لك ان الاتش المفروض ما تكون اقل من او يساوي 3 متر. اللي احنا هنستخدمه بالتفصيل الممر واللي لازم تبقى عارفه هو الكلير اوفر فول وير اللي هو الفيوم تايب. ايه اللي بيبقى عندك في المساله؟ بيبقى عندي يا باشمهندس اللي هو الاب ستريم موتور ليفل، لازم تبقى عارف الاب ستريم موتور ليفل، لازم تبقى عارف حاجه اسمها الداون ستريم موتور ليفل، لازم تبقى عارف حاجه اسمها الاتش اللي هو الضاغط فوق عتب الهدار، لازم تعرف ان اللي هو المنسوب العلوي للهدار اسمه عتب الهدار اسمه كريست ليفل، لازم تبقى عارف ان المسافه من الكريست ليفل للاب ستريم بيد ليفل دي اسمها البي، بيسموها البي اللي هي البيتش، ولازم تبقى فاهم ان مفروض ان في الاوفر الكلي اوفر فول وير مفروض ان الضغط ما يزيدش عن 3 متر، مفروض ان المسافه ما بين الاب ستريم والداون ستريم ما تزيدش عن 3 متر. ده المفروض في المساله بتاعتك يجي زي ما تيجي، ده المفروض لو انت بتصمم بره. ده الشكل في الاليفيشن، يعني لو انت باصص، اسف، في السايد فيو، يعني لو انت باصص كده من الجنب هتشوف الشكل ده. طيب لو انا باصص في حاله البلان هلاقي ايه؟ هلاقي والله باشمهندس اللي انا عندي الغدار اهو، وعندي في حاجه اسمها بي اللي هو العتب الفعلي للغدار، وبيبقى عندك في قطر يمين كده وقطر شمال اللي هي مسافه يمين ومسافه شمال، دي بنسميها سي، دي بتبقى من نص لواحد متر. تمام. فالغدار ماشي بعرض المجرى المائي والميه بتعدي من فوقه. فهنا بيقول لك تعريفات، بيقول لك ان الاتش هو الهيد اون وير اللي هو ما بين الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الكريست ليفل. اب ستريم ووتر ليفل دي اللي هي ثلاث حاجات،
سواء كان نورمال ووتر ليفل، سواء كان لو ووتر ليفل، سواء كان هاي ووتر ليفل. البي اللي هي الاب ستريم ستيل بيد ديبس، اللي هو بنسميه اللي هو زي بقول لك البيت اللي هي البي منسوب الكريستال ناقص الاب ستريم بيد ليفل. الاتلي دي اللي هو دروب ان ووتر ليفلز، اللي هي الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل، واتكلمنا عن الاتلي دي بالتفصيل المره اللي فاتت اللي هي الضغط. الدروب ان بيد ليفل زي ما قلت اللي هو الدروب ده اللي هو ما بين الاب ستريم بيد ليفل والداون ستريم بيد ليفل، ما زدتش عن ثلاثه غالبا يا جماعه في المجاري المائيه بتاعتنا ما بيبقاش اصلا في فرق، الاثنين بيبقى نفس المنسوب، قليل جدا لما تلاقي المنسوب ده اتغير. اللي هي السايد كولم زي ما قلت لك بتبقى من نص لواحد متر. خطوات التصميم عموما في الهدارات لازم يبقى اول خطوه الهيدروليك ديزاين، ثاني خطوه الاستراكشر ديزاين، ثالث خطوه الدروينج. انا هتكلم على الهيدروليك ديزاين بسرعه بس هو مش عليك، بس انت لازم تبقى فاهم ان دي خطوات التصميم بتاع اي منشأ عموما، هيدروليك ديزاين، استراكشر ديزاين، والدروينج. في الهيدروليك ديزاين بيبقى مديك التصرف ومديك الاب ستريم موتور ليفل والداون ستريم موتور ليفل، ده اللي بيبقى مديك في المساله تمام. والمطلوب منك انك تجيب لي الدايمنشنز اللي هي الاتش والبي، اللي هو البي اللي هو عرض الفعل اللي هو الافكتيف ويدز بتاع الهدار، لان بيبقى عندك خد بالك الهدار بيبقى شكله عامل ازاي يا جماعه عشان بس الناس اللي بتفهم ايه يعني مش قادره تستوعبه. ده شكل الهدار اهو، فبيسموا ده السي، ده الكولم اليمين، وده السي اللي هو الكولم الشمال، وده البي اللي هو العرض الفعلي للهدار. فده هحسبه ازاي؟ والله يا باشمهندس دي ببساطه جدا، لو عندك قاع مجرى مائي اهو، فهتقول لي يا باشمهندس عرض قاع المجرى المائي ناقص سي يمين وناقص سي شمال، يبقى عرض قاع المجرى المائي ناقص نص يمين ونص شمال، او واحد يمين واحد شمال، يبقى انا جبت البي. ببساطه جدا الاتش ده الضاغط، وده اللي انت بتحسبه من الهيدروليك ديزاين. بعد كده بتشيك ان الكريست ليفل يكون اكبر من الداون ستريم موتور ليفل. يعني ايه؟ يعني من الاخر الخزان مش اللي هو الهدار مش مغمور بالميه تمام، او زي ما قلت لك ادي البي وير بي كانل، يبقى البي بتساوي بي ناقص 2 سي، يبقى انا حسبت البي دي ببساطه جدا. كالكوليت اتش فروم ذا فير، ده اللي هي القانون اللي لسه قايله من شويه، 2 سي دي بي جذر 2 جي اتش اس على 2. عندك السي دي معامل ثابت، وعندك الكيو بتساوي 1.85 بي، ده اللي هو القانون الثابت يا جماعه. ادخل من هنا بالتصرف معايا اجيب الاتش، يبقى انا كده خلصت، جبت خطوه الاتش وجبت خطوه البي، يبقى انا كده خلصت الهيدروليك ديزاين. شيك بقى التشيك بتاعك، منسوب الكريست ليفل اللي هو اب ستريم موتور ليفل ناقص الاتش يطلع يكون اقل من او يساوي 3 متر. ده للاسف اللي هو الاتش ده اللي هو المفروض يكون اقل من 3 متر، انت بتقول المنسوب الكريست ده اب ستريم موتور ليفل ناقص الاتش على طول. بيقول لك تشيك فري كونديشن اللي انت تتاكد ان الكريست ليفل اكبر من الداون ستريم موتور ليفل، يعني ما هوش مغمور بالميه. طبعا الكلام سهل فانا مش هعدل ده كله مش عليك، فانا مش هشرحه بالتفصيل. انا هبدا اشرح من الجزء اللي انا كنت واقف عليه المره اللي فاتت. انا كده بس عرفتك الوير ووظائف الوير واستخداماتها. الجزء اللي انا كنت واقف عليه المره اللي فاتت كان فين؟ كنت واقف عن جزء بقول لك انا رسمت شبكه السريان معلش. انا رسمت شبكه السريان وهبدا بعد كده اجيب معاملات الفلونت. بيقول لك معاملات الفلونت او معاملات السيريج هم ثلاث حاجات. حاجه اسمها كيو اللي هي الديستشارج او الووتر لوسز اندر وير بودي، يعني الميه المفقوده اسفل جسم جسم الهدار. ولازم اشيك على الابليفت، ولازم اشيك على حاجه اسمها الاكزايت جريدينت اللي هي البايبنج والهيفنج. زي ما قلت لك المياه لما بتعدي بتبقى عامله لك قناه، القناه دي بتسحب لك بتعمل لك لقناه اللي تبقى مشكله ان هي تبقى كلها مليانه ميه فتسبب لي مشكله في البايبنج، او انها تاخد كتله من التربه وتطلع بيها نتيجه سرعه المياه فبتاخد حاجه اسمها الهيفنج. وهنتكلم على الاثنين دول بالتفصيل. اول حاجه تعالى نتكلم على كيو. الكيو يا باشمهندس عباره عن ايه؟ الكيو بتساوي كي اتش ان فلو على ان دروب. يا باشمهندس انا مش فاكر اصلا الان فلو الان دروب. انا قلت لك ان شبكه السريان العاديه زي ما انت شايف قدامك كده بتتكون من مجموعه من الخطوط، حاجه اسمها الاستريم لاين اللي هي خطوط السريان، وحاجه اسمها ايكوبوتنشال لاين اللي هي خطوط الطاقه. ما بين اول خط سريان بالنسبه لي هو خط القاعده، اخر خط سريان هي الطبقه الغير منفذه، وبعد كده ببدا ارسم خطوط السريان، وبعد كده برسم خطوط الطاقه بحيث ان الاثنين يتعامدوا مع بعض عشان يكونوا ما بينهم دوائر. ابدا اعد قنوات السريان، ادي عندي قناه ما بين كل خطي سريان قناه، الخط ده والخط ده دي واحد، الخط ده والخط ده اثنين، الخط ده والخط ده ثلاث قنوات سريان.
طيب عندي كام دروب في الطاقه؟ بص يا باشمهندس، ده الابساي واحد، ده هو اول خط طاقه وده اخر خط طاقه. ادي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى انا عندي 9 خطوط. فانت بتقول لي يا باشمهندس انا اول حاجه احسبها في المساله كلها هي الاتش ماكسيمم. اول ما المساله تجي لك تقول لي الاتش ماكسيمم عباره عن ايه؟ الاتش ماكسيمم هي اربع حالات، ثلاث حالات سريان وحاله صيانه. فانا بقول لك ايه؟ بقول لك ان انا عندي اربع حالات، ثلاثه منهم سريان وحاله منهم صيانه. الثلاثه السريان عشان تبقى فاهم جدا يعني مرتبطين باوضاع الميه، هاي ووتر ليفل، هاي ووتر ليفل، لو ووتر ليفل، لو ووتر ليفل، نورمال ووتر ليفل، نورمال ووتر ليفل، في الاب ستريم وفي الداون ستريم. فرق الاثنين دول من بعض، دي حالات السريان اللي عندي الثلاثه. تمام. طيب يا باشمهندس ايه الحاله الاخيره؟ الحاله الاخيره حاله الصيانه، منسوب الكريست ليفل ناقص البيد ليفل في الداون ستريم، البيد ليفل في الداون ستريم، البيد ليفل في الداون ستريم. الكلام واضح؟ يبقى دي كده حالات احسب الاتلي ماكسيموم ازاي. انت قلت لي ان انا قسمت القنوات وعندي اتلي ماكسيموم، يبقى الدلتا اتلي اللي هي كل دروب في الطاقه اللي هي دروبز بتاع الطاقه هتساوي اتلي ماكسيموم على ان دروب. يبقى انا عندي عدد دروبات الطاقه مثلا كل دروب هيبقى 9 وعندي اتلي ماكسيموم ب 4.5، فكل دروب بيمثل لي نص طاقه، نص يعني التسعه على اللي هو 4.5 على 9 يبقى نص، ده دروب في الطاقه. طب يا باشمهندس السيبجي بقى، بيقول لك السيبجي قانونه سهل جدا، كي كوفيشنت اوف برمبلتي، معامل النفاذيه، مضروب في الاتل، الاتل ماكسيموم مضروب في الاتل، الاتل ماكسيموم اقصى حاله، ده اقصى ضغط عندك في الان فلو على الان دروب. الان فلو عدد قنوات السريان، والان دروب عدد الدروبز اللي هي الايكوبوتنشال لاين، عدد الدروبز اللي بتحصل اللي هي الخطوط ما بين الايكوبوتنشال لاين. ايه ده يا باشمهندس؟ ده حاجه خاصه بال اسمه ده بالبايبنج والليفنج، مالكوش دعوه، هتكلم فيها بعدين. تمام؟ يبقى خلاص، يبقى احنا عرفنا الجزء ده. تمام؟ تعال نشوف ازاي لو جات لك مساله نبدا نطبق ازاي في الجزء ده. والله يا باشمهندس مساله طلع لك الاتش ب 6.3، وكان عندك الان فلو ب 3 والان دروب انت طلعتهم 10. ببساطه هتقوم ضارب لي الكي اللي هي 1 في 6 و3 في 3 على 10 يديني 2.8 متر مكعب على الدي لكل متر منه. بس كده، ده المطلوب منك، مش عايز منك اكتر من كده. ودي رسم شبكه سريان، انا وضحتها بالتفصيل الممل وشرحتها لكم المره اللي فاتت، فانا مش هدخل اعيدها تاني. انا هبدا في الجزء الجديد اللي هو الجزء اللي يهمني جدا. دي طبعا شكل تاني اهو، ده شكل تالت، ده شبه اللي عندكم في الشيت، ده شكل رابع، شكل اللي عندكم في الشيت برضو. وخدوا بالك البص ايدي ماشيه بتعرجات ازاي، ايدي ماشيه بتعرجات والتعرجات عماله بتقل وانا نازل، اهم حاجه التعرجات تقل وانت نازل اهو. ده تقريبا كلهم زي بعض. نتكلم على الابليفت. انا قلت لك خلاص يعني ده الجزء ده انا اللي قلت لك اللي هو كوانتيتي اوف فلوز ووتر، ده اللي هو بالنسبه لنا التصرف، وشرحته بالتفصيل، معامل النفاذيه، الضاغط، ان فلو على ان دروب، ماشي عرفنا ده بالتفصيل. ايه هو الابليفت بقى يا باشمهندسين؟ بيقول لك هو عباره عن قوه دفع الميه للمنشأ من اسفل لاعلى نتيجه وجود فرق في الضغط امام وخلف المنشأ. تاني، هو عباره عن قوه دفع الميه للمنشأ من اسفل لاعلى نتيجه وجود فرق في الضغط امام وخلف المنشأ. من الاخر، انت لما يبقى عندك منشأ زي كده وعندك هنا ضاغط كده وعندك هنا ضاغط كده، فبيبقى عندي فرق في الضغط، ده هيسبب لي ايه؟ ببساطه جدا هيسبب لي ان انا عندي حاجه اسمها ابليفت. شكل الابليفت هيبقى عامل ازاي؟ كده. ده كده شكل الابليفت بالنسبه لي، معلش انا اسف. شكل الابليفت ده بالنسبه لي، ده اللي بيقول لك ايه؟ ده بالنسبه لي الابليفت، يعني قوه دفع المنشأ من اسفل لاعلى نتيجه وجود فرق في الضغط امام وخلف المنشأ، ده الابليفت. طيب ايه اهميه دراسه الابليفت؟ انا قلت لك ان ده جزء خاص بالاستراكشر ديزاين،
لازم تتأكد ان الوزن اللي جاي لك من المنشأ يكون اعلى واكبر من قوة دفع المياه من اسفل لاعلى، لان لو ده ما حصلش فانت عن سيف، معنى كده ان المنشأ هيتاخد ويطلع بره المياه. فانت عايز تتأكد ان وزن المنشأ قادر على مقاومة الابليفت، فلازم تقول لي ان الدبليو على اليو اكبر من او يساوي واحد. ده مبدئيا لازم تقول ان وزن المنشأ على الابليفت اللي هيحصل يكون اكبر من او يساوي واحد. طيب هو هتبقى اكبر من واحد؟ لا، هناخد معامل امان طبعا، ممكن تبقى واحد وثلاثة، ممكن واحد ونص، حسب ما الدكتوره بتتفق معاك. طب يا باشمهندس، يبقى انا محتاج عشان ارسم الابليفت لازم ارسم الابليفت دايجرام، مظبوط؟ فايه الابليفت دايجرام ده؟ الابليفت دايجرام لازم تبقى عارف ان في حاجه نوعين، حاجه اسمها توتال ابليفت دايجرام وحاجه اسمها نت ابليفت دايجرام. يبقى انت مبدئيا لازم تكون عارف لي ان عندي حاجه اسمها توتال ابليفت دايجرام وحاجه اسمها نت ابليفت دايجرام، وهنعرفهم بالتفصيل، هنشرحهم بالتفصيل، تمام؟ يبقى انت عرفت الاثنين دول. والله يا باشمهندس الابليفت انت رسمته لي كده شكل منتظم، هو رسمتك للشكل المنتظم للابليفت دي لشكل الاجهادات بناء على ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس ان شكل الاجهادات اللي هي الابليفت دايجرام مرتبط بشكل القاعده، لو كانت القاعده منتظمه فشكل الابليفت بيبقى منتظم زي ما انت شايف كده، لو كانت القاعده مش منتظمه اوريها لك رسمه كده زي دي، فهتلاقي شكل الابليفت زي ما انت شايف كده مش منتظم. يبقى تاني شكل الابليفت دايجرام مرتبط بشكل القاعده، لو القاعده منتظمه يبقى شكل الابليفت هيكون منتظم، لو القاعده مش منتظمه يبقى شكل الابليفت مش منتظم. يبقى انت دي اول حاجه تعرفها. تاني حاجه لازم تعرفها ان احنا بنرسم الابليفت ده على الشكل من فوق من خلال حاجه اسمها الديتم اللي هو بتاع الشكل. ملحوظه تانية، ان الشكل اللي انت كنت بترسمه تحت المنشأ ده الابليفت، انا مش هعرف ارسمه كده الا لو كان الشكل منتظم. طب لو الشكل مش منتظم انا مش عارف ارسمه. طب هعمل ايه يا باشمهندس عشان اقدر ارسم شكل الابليفت؟ يبقى لازم ان انا اخد ديتم على الشكل كده وابدا ارسم الابليفت دايجرام فوق. خد بالك اللي هترسمه فوق ده هو اللي كان المفروض يترسم تحت، ده المفروض يترسم تحت، تمام؟ بس لان انت مجبر ترسمه فوق فانت هترسمه فوق. يبقى انا زي ما قلت لك المتحكم في شكل الابليفت دايجرام هو شكل القاعده. طيب انا عايز ارسم بقى الابليفت دايجرام ده يا باشمهندس، انت قلت لي ان الشكل بتاعه مرتبط بشكل القاعده. والله انت عندك 9 خطوات مهمين جدا عشان ترسم الابليفت دايجرام، انا ما اعرفش انت خدتهم ولا لا. اول خطوه هنفترض ان هي مش من خطواتها الحل، ان انت لازم تحسب لي قيمه الضغط الاتش ماكسيموم، وانت فعلا حسبته، لان انت ما ينفعش تدخل تحلل المساله من غير الاتش ماكسيموم، لان دروب مرتبطه بالاتش ماكسيموم وهكذا. تمام؟ تاني خطوة بيقول لك لازم ترسم لي المنشأ بمقياس رسم مناسب، وغالبا السكيل اللي هترسم بيه يا 1:200 يا 1:400 وترسمه بعرض الورقة. يبقى كمان يبقى رسم المنشأ بمقياس رسم مناسب يا اما 1:200 ل 1:400 ويكون بعرض الورقة. تالت خطوة، دي الخطوة اللي احنا رسمناها فوق، رسم الفلو نت دايجرام اسفل المنشا. يبقى انا خلاص بعد حسبت الريتلي ماكسيمم، بعد كده حسبت رسمت المنشا بمقياس رسم مناسب، بعد كده رسمت شبكه الفلو نت تحت المنشا، بعد كده حددت الان فلو والان دروب وجبت الدلتا اتش اللي هي الاتش ماكسيمم على ان دروب، بعد كده هحدد الديتم، والديتم ده شغل جامد جدا. خامس خطوة ودي أهم خطوة في الحل، تحديد أماكن الكسرات في المنشأ. يعني إيه؟ عند كل كسرة لازم تحسب لي قيمة الأبليفت، عند كل كسرة لازم تحسب لي قيمة الأبليفت. طيب لو أنا بعد عندي مثلا يا باشمهندس شيت بايل، يبقى لازم تحسب لي قيمة الأبليفت قبل وبعد الشيت بايل.
يبقى لو عندي شيت بايل يبقى لازم تحسب لي قيمه الابليفت قبل وبعد الشيت بايل. تمام. بيقول لك بعد ما بعد كده هنروح نحسب قيمه الاتش عند كل كسره. ازاي يا باشمهندس؟ الاتش اي ببساطه جدا بتساوي الضغط الكلي اتش ماكسيمم مطروح منها ناقص ان دروب في الايه؟ مفروض زي ما قلت لك اتش اي بتساوي اتش ماكسيمم ناقص ان دروب في الدلتا اتش. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا عندي كسره مثلا كانت في الاول عند اول نقطه، فالان دروب بكام؟ بصفر، يبقى اتش اي بتساوي اتش ماكسيمم. يا راجل بجد؟ اه. طيب عندي كسره بعد 2 ان دروب، يبقى اتش ماكسيمم ناقص 2 في الدلتا اتش، يبقى جبت الاتش اي اللي عندها. طيب عندي اتش، عندي كسره او عندي شيت بايل بعد 8 ان دروب، يبقى 8 ان دروب في الدلتا اتش، واطرح الاتش ماكسيمم وترسمها على ايه؟ وتروح تحطها على الرسمه، وهنعرف دلوقتي ازاي بنرسمها. اخر حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، وانا قلت لك الديتم مهم جدا بالنسبه لي، ان انت الديتم هو الجزء اللي في الداون ستريم اللي انا جايب منه قيمه الضغط. ركز معايا، الديتم هو جزء الداون ستريم اللي انا جايب منه الضغط. يا باشمهندس ده انت قايل ان انا عندي اربع حالات، حاله هاي ووتر ليفل ونورمال ووتر ليفل ولو ووتر ليفل، وقايل لي كمان ان في حاله صيانه. فوالله يا باشمهندس ده انا كنت جايب اسمه ده الضغط ده من الهاي ووتر ليفل، يبقى الديتم هو الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم. يعني انت عندك هنا هاي ووتر ليفل ونورمال ووتر ليفل ولو ووتر ليفل، يبقى الديتم هو ده لو كان الاتش ماكسيمم جايه من الهاي ووتر ليفل. طيب لو الاتش ماكسيمم جايه من نورمال ووتر ليفل يبقى هو ده. طيب لو الاتش ماكسيمم جايه من الووتر ليفل يبقى هو ده الديتم. طيب لو الاتش ماكسيمم جايه من حاله الصيانه، ودي غالبا اللي هتحصل عندك، ودي غالبا اللي هتحصل عندك، يبقى ايه المطلوب؟ هتعمل ايه في الحاله دي؟ يبقى الديتم هو منسوب البيد في الداون ستريم، منسوب البيد في الداون ستريم. يبقى تاني، الديتم هو الجزء اللي في الداون ستريم اللي انا جايب منه قيمه الضغط، سواء كنت قايل هاي ووتر ليفل، سواء كنت جايبه من نورمال ووتر ليفل او اللو ووتر ليفل او الكريست ناقص البيد ليفل، يبقى هو البيد ليفل بالنسبه لي. اتمنى يكون الكلام واضح. دي رسمه ابليفت المنشا، سهل جدا زي ما انت شايف. هنا القاعده منتظمه، فانا عندي كام كسره؟ والله يا باشمهندس ادي البدايه وادي النهايه، لازم يبقى عندهم احسب. وعندي كمان ادي كسره وادي كسره، يبقى رقم 2 ورقم 3، الترتيب من الشمال لليمين، من الاب ستريم للداون ستريم، عشان الترتيب مهم. ترتيب النقط من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، عشان الترتيب مهم. يبقى انت قلت لي ادي نقطه 2 3 4، والله يا باشمهندس ده كانت الاتش ب 5 متر، وكان عندي ايه بقى؟ 1 2 3 4، فيبقى الدلتا اتش ببساطه كانت بتساوي ايه؟ بتساوي اتش ماكسيمم اللي هي 5 على 9، دي كده الدلتا اتش. ان دروب اللي هم التسعه، ان فلو اللي هم الاربعه. ماشي؟ تمام. انا عايز ارسم الابليفت عند النقطه دي يا باشمهندسين، ركز معايا كده، عند اول نقطه اللي هي النقطه دي. والله يا باشمهندس ده انت قايل لي ان هنا لسه ده اول خط سريان، مفيش دروب حصل اصلا عند رقم واحد. في دروب حصل في الطاقه؟ لا ما حصلش، لان ده اول خط، اول دروب عند رقم اثنين. فوالله يا باشمهندس انت هتقول لي ايه؟ طبق القانون اللي انا لسه قايله لك، ان الاتش عند واحد هتساوي اتش ماكسيموم اللي هي 5 ناقص ان دروب بصفر مضروب فيه اي رقم بقى، الدلتا اتش كانت مثلا نقول ب 46%، والله يا باشمهندس طلعت 5. بص عند اول نقطه هتطلع بخمسه، بخمسه اللي هي تنطبق على الكريست ليفل، ما انا جايبها اصلا من حاله صيانه، يبقى هتنطبق على الكريست ليفل، ودي ملحوظات مهمه جدا. طب يا باشمهندس النقطه رقم 2، بص اللي هيحصل، 5 ناقص 1 في 45%، ده هتطلع كام؟ 4.5 تقريبا. فاقوم جاي عند النقطه رقم 2 ونازل 4.5، هرسم الديتم فين يا باشمهندس؟ ده انا ما حددتش الديتم، ده اللي قلت عليه، اول خطوه تحدد لي الديتم. الديتم هو منسوب اللي انا جايب منه الاتش ماكسيمم في الداون ستريم،
انا كنت جايبها منين؟ كنت جايبها من حاله الصيانه. يبقى هو ايه؟ يبقى البيد ليفل، يبقى ده الديتم بالنسبه لي. هقيس انا راسم الرسمه دي بسكيل 1 ل 200 او 1 ل 400. فالخمسه دي لما تبقى بسكيل 1 ل 200 هتترسم 1 وربع، فاقوم طالع ده ايا كان الرسمه بتاعك. لو انت راسم بسكيل 1 ل 100 يبقى تمام، يبقى انت هترسم مظبوط يعني براحتك. زي ما قلت لك لو 1 ل 100 يعني هيبقى انت عندك دي 5، فانت براحتك. لو راسم بسكيل 1 ل 200 هتبقى 2 ونص زي ما انت عايز. المهم لازم تبقى الداتا محددته، اول نقطه وتاني نقطه. اول نقطه نزلت طلعت جبت نقطه الابليفت بتاعها، ورقم 2 رحت طرحت رقم 1 في الابليفت، 3 نفس الكلام. بص بقى ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8. والله يا باشمهندس ده هي في نهايه الثمانيه، فهو قايل له يبقى 5 ناقص 8 في 46 من 100 تطلع معاك مثلا بواحد. فتقوم طالع كده من عند الديتم وحاطط واحد عند، خد بالك مكان ما بتطلع مكان ما بتاخد القطاع. القطاع هنا يا جماعه جاست بعد البتاع على طول، فيبقى هو على طول نفس الخط هنا، هنا نفس الكلام، فهقوم طالع هنا 3 اهو. طيب رقم 4 دي يا باشمهندس، ده 4 دي يعني المفروض 9. ركز كده، ركز معايا. تسعة في الستة واربعين من مية او الخمسة واربعين من مية ايا كانت بتساوي ايه؟ بصوا اللي هي دي ما بتساوي الخمسة. ده ايه ده يا باشمهندس؟ ده فعلا عند النقطة رقم 4 دي طلع بصفر. طيب خد بالك كده الشكل اللي انت رسمته ده، بص 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 شوف الشكل ده، تعال نشوف الشكل اللي انا كنت عارضه لك من شوية. شوف الشكل ده، بمجرد ما خدت الشكل ده حطيته فوق هنا كده بقى هو ده شكل الابليفت دايجرام. هو احنا ليه يا باشمهندس بنرسمه فوق؟ احنا بنرسمه فوق لان ده الاسهل بالنسبه لنا، لان معايا ديتم اقدر ارسم فوق. تمام؟ انت يا باشمهندس قايل لي انا عندي حاجه اسمها توتال ابليفت وحاجه اسمها نت ابليفت. ركز بقى عشان ده مهم جدا. هنا في ميه صح؟ فهل هنا في اي ابليفت مفيش حاجه بتقاومه؟ هنا انت عندك ابليفت اهو، ده من تحت لفوق وده من تحت لفوق. ففي الحاله دي هنا مفيش نت ابليفت، بمعنى ان مفيش اي ابليفت صافي مؤثر على القاعده. طيب يا باشمهندس هنا ده انت قايل لي هنا حاله الصيانه، هنا مفيش ميه، يبقى الجزء ده ايه؟ الجزء ده يا جماعه ايه؟ الجزء ده اسمه نت ابليفت. تاني تاني زي ما قلت لكم الجزء ده في هنا ميه، فللابليفت في حاجه تقاومه، الميه هنا هتقاوم وهنا قاعده هتقاوم، انما هنا مفيش اي حاجه، يبقى ده بالنسبه لي اسمه نت ابليفت. فعشان كده انا قلت لك في حاجه اسمها توتال ابليفت وحاجه اسمها النت ابليفت. التوتال ابليفت هو الابليفت اللي انت بترسمه مقاسا لنهايه القاعده، بمعنى ركز كده ده كده اسمه توتال ابليفت، واللي انت رسمه ده اسمه توتال ابليفت دايجرام. طيب النت ابليفت فين يا باشمهندس؟ اهو ده كده بالنسبه لي النت ابليفت. ركز معايا، بمعنى كده ان ده ان النت ابليفت مش داخل في توتال ابليفت؟ لا طبعا، ما هو ده كله توتال ابليفت يا هندسه، اللي انا رسمه ده كله توتال ابليفت. انا بتكلم على الجزء اللي بيمثل النت ابليفت بس، هو الجزء ده اللي انا رسمه بالعرض، انما كل ده الرسم دي كلها هي بالنسبه لي توتال ابليفت. يبقى عشان ترسم الابليفت دايجرام صح، عشان ترسم الابليفت دايجرام صح، فانت اول حاجه محتاج ترسم ديتم صح، ومحتاج تحدد الديتم صح زي ما قلت، ومحتاج تحدد نقط الكسرات صح. محتاج تحدد نقط الكسرات صح. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، اتمنى يكون الكلام واضح. يبقى انا رسمت الفلو نت، بعد الفلو نت حددت لين دروب،
بعد الان دروب حددت الان فلو، بعد كده حددت الكسرات والديتم بالنسبه لي، ودول اهم حاجه. بعد كده ابدا ارسم الابليفت بالنسبه لي. ده رسمه سهله قدامك لان القاعده كانت منتظمه. طيب لو صعبنا شويه وخلينا القاعده مش منتظمه، هيبقى عندي كام بقى؟ يبقى اول حاجه هتقول لي يا باشمهندس، يبقى هنقول لك قواعد رسم الابليفت لاي منشا، حدد لي البدايه والنهايه، يبقى هنا قطاع وهنا قطاع. حدد لي الكسرات، هنا كسره هنا كسره هنا كسره، يبقى 1 2 3 4. خد بالك ما ينفعش، ما هو انت لو خدت هنا ما الاثنين دول زي بعض، فمش هتاخد غير واحده بس. فايه؟ فانت يبقى هنا البدايه، ابدا والنهايه، دي البدايه اهو، البدايه والنهايه عند حدوث الكسرات. فين الكسرات؟ ادي كسره يا باشمهندس، يبقى هنا 2، كسره يا 3، هنا كسره 4 5 6 7 8. يبقى انا عندي هنا 8 كسرات. بدل لقيت كسرات في القعده، شكل الابليفت مش هيبقى منتظم. طيب يا باشمهندس هعمل ايه؟ ابدا ارسم الابليفت اهو. هترسمه؟ اه هتبدا ترسم الابليفت عادي. انا بالنسبه لي هكتفي مثلا بثلاث قنوات لان هو ما كانش مديني البتاع. وابدا ارسم اللي هي خطوط اللوكيبتنشال لاين، لازم تكون داخل عمودي هنا وعمودي هنا. والله لو كان الخطوط ماشيه افقيه يبقى تمام، مش ماشيه افقيه هترسم زي ما انا برسم كده لحد ما تشوف اللي هي تكون عموديه، داخله عموديه وطالعه عموديه، هي طالعه هنا عموديه لان ده اول خط بالنسبه لي، بعد كده تكمل بيه. طبعا مع الوقت انت هتلاقي نفسك بقيت في الابليفت كويس جدا، بس مع الوقت ان شاء الله، لان هي ما فيش حاجه بتيجي بالسهل. كده انا خلصت رسمه الابليفت يا باشمهندس. عندي كام قناه؟ 1 2 ادي 1 2 3 4. عندي كام دروب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. والله يا باشمهندس ده المسافه هنا كبيره جدا، ممكن تعمل واحد هنا كده. انت بعد كده هتفهم الموضوع ده بيجي ازاي لما تلاقي مسافه كبيره قوي مفيش دروبين هنا في الطاقه، مش طبيعي يعني ان المايه تمشي ده كله من غير ما يحصل لها دروب، فهم راسم واحد في النص هنا. تمام. يبقى اول حاجه جبت زي ما قلت لك الاتش ماكسيموم، وده قلناه من المره اللي فاتت. تاني حاجه حددت الديتم طلع من حاله ايه؟ خد بالك هنا كان جاي من حاله ايه؟ حاله تشغيل ابل ستريم ووتر ليفل اهو، والديتم اهو، يبقى دي جايه من حاله تشغيل مش من الصيانه، يعني ده كان جاي لك من حاله صيانه فعشان كده كان الديتم اهو، انما هنا حاله تشغيل، فانا هاخد الديتم اللي هو جاي لي من حاله التشغيل بس في الاب ستريم، وابدا ارسم قواعد رسم الابليفت البدايه والنهايه عند الكسرات قبل وبعد الشيت بايل. يبقى ثلاث قواعد تحفظهم، البدايه والنهايه عند الكسرات قبل وبعد الشيت بايل. والله انا خلصت رسم يا باشمهندس وحددت الان دروب والان فلو، ابدا بعد كده اجيب اتش اي لكل واحده فيهم اهو. ده الاتش ماكسيمم زي ما قلنا واتكلمنا بالتفصيل، وحاله الصيانه زي ما اتكلمنا عليها، يعني شوف دي ده اللي هي الحالات الشاذه يا باشمهندسين اهو. ده الديتا اهو، هنا مثلا انا جايب الصيانه فين اهي، فيبقى الديتا اهو، فيبقى عندك النت ابليفت هيزيد لما تيجي ترسم هنا، هيبقى عامل كده، فيبقى النت ابليفت هنا مفيش ميه، لو هنا مفيش ميه يبقى هنا النت ابليفت زايد اهو. تمام. لو عندك شيت بايل، لو عندك شيت بايل انا هنشوف القطاعات، انا لسه هتكلم بس انا عايز بس اوريكم اللي هي الاشكال المختلفه. يعني انت عندك هنا اللي هنا يبقى عندي كام قطاع؟ البدايه والنهايه انا ما اعرفش كام واحد، يبقى 1 2 كسره 3 4 5 6 7. يا باشمهندس هو انت ليه خدت 3 و4؟ ما هو لما كان راسي انت خدت واحد بس، ما هو لما يبقى راسي يبقى هي نقطه واحده اللي هتاثر، انما لما يبقى مايل زي ما انت شايف كده يبقى في نقطتين، نقطه في البدايه ونقطه في النهايه، لازم اخدهم في الاعتبار، وهكذا هنا. طيب الشكل اللي قدامك ده نفس الكلام، ادي 1 2 3 4 5، خد بالك لحد هنا ده زي ده. اللي زاد الشيت بايل زود لي قبل وبعد الشيت بايل، ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 ادي 9 10، يعني زاد نقطتين عشان انت حطيت شيت بايل. طب لو حطيت شيت بايل زياده برضو هيزيد. تمام. وزي ما قلت لك ادي القانون اللي انا بعوض فيه، اتش اي بتساوي اتش ماكسيمم ناقص الدروب في الاتش اي، واقدر احسب قيمه الاتش اذا عند اي نقطه انا عايزها. فتعالى نرجع للمساله اللي احنا كنا شغالين فيها، بس انا حطيت فيها شيت بايل اللي هو
اللي هي القاعده منتظمه ايه، وانا حطيت شيت بايل وخليت الحاله حاله سرايا. فقلت لك ايه، الاب ستريم موتور ليفل 7 والداون ستريم موتور ليفل ده بالنسبه لي كان ايا كان، هنقول مثلا 3 لان ده الفرق بينهم 4. فدي طلعت حاله التشغيل والله يا باشمهندس. خلاص يبقى انا حددت الديتم، الديتم جاي من حاله تشغيل، يبقى انا خلاص حددت الديتم. تمام جميل. نبدا بعد كده نعمل ايه، نرسم. لا يعني انا بتكلم اللي احنا رسمنا الفلو نت، محدش يفهم ان انا لا الفلو نت الديتم ده يا جماعه بعد الفلو نت تاني عشان الناس ما تفهمش غلط. اول خطوه في الحل زي ما قلت لك التسع خطوات، هتجيب الاتش ماكسيم، بعد كده ترسم الفلو نت، بعد كده تجيب الان فلو نت دروب، يبقى انت كده خلصت ده. بعد كده هتحدد الداتا، ما تفكرش انك هتحدد الداتا قبل ما ترسم الفلو نت، لا طبعا مش لهاش لازمه. فانا رسمت الفلو نت، يعني دي اترسمت. لو حد عنده مشكله في رسمها يبقى يعرفها، بس هي خلاص يعني الموضوع بقى سهل. انت هتقوم راسم كده زي ما قلت لك، هتلاقي ايدك مايله وبقيت ايدك تتعود على طول، وايدك اللي هتلاقي الخطوط الرئيسيه تتعود على طول. فبقى عندي هنا 13 ان دروب وعندي 4 ان فلو، تمام. وعندي هنا الاتش دلتا اتش بكام، اللي هي الاتش ماكسيمم ب 4. يبقى الدلتا اتش هتساوي كام يا باشمهندسين؟ يبقى الدلتا اتش هتساوي 4 على 13 ب 3.08، وزي ما قلت لك هنقرب لأقرب الرقمين او ثلاث ارقام. يبقى انا كده جبت الدلتا اتش. هو ليه بنقرب لأقرب ثلاث ارقام؟ عشان تقفل معاك في الاخر هنا يا هندسه، عشان تقفل معاك في الاخر هنا. فلازم تقرب عشان ما تجيش هنا في الاخر تطلع لك برقم كبير فتلاقي نفسك متضايق. خلاص يا باشمهندس، يبقى انا حددت الديتون. تاني حاجه هحدد نقط الكسرات، ادي 1 2، ده انا عندي شيت بايل هندسه، يبقى 3 4 5 6. ملحوظه هامه جدا، لازم يحصل دروب في شكل الابليفت عند الشيت بايل. تاني، لازم يحصل دروب في شكل الابليفت عند الشيت بايل، لو ما حصلش غلط فيتل ميستيك. تاني لازم يحصل دروب في شكل الابليفت عند الشيت بويل، لو ما حصلش فيتل ميستيك. اللهم قبل اخطاء اللهم فشل. فخلاص هاجي هنا عند نقطة رقم 1 واعمل جدول بقى، بوينت 1 2 3 4 وادي الهيد بتاعه. في ناس على فكرة ما بتعملش كده، في ناس تقوم عاملة الجدول ده مزودة خانة، تقوم قايل لك خلاص انا هقسم الجدول ده كده، واقوم جايب حاجه اسمها ان دروب لحد البوينت، وبعد كده اجيب الاتش على طول. اللي انا اقعد في القانون ده الاثنين صح، ايا كان عوض زي ما انت عايز. فخلاص يا باشمهندس، النقطه رقم 1 الاتش اي بتساوي اتش ماكسيمم ناقص ان دروب في دلتا اتش. انا قلت لك النقطه رقم 1 دايما الان دروب بكام؟ بصفر. يبقى الاتش اي بكام؟ 4 ناقص اي رقم ب 4. يبقى اول نقطه منين؟ مش من القاع، هنا غلط. من الديتم، ادي الديتم اهو، واقوم راسم اول نقطه دي كده يا جماعه، ده الاربعه زي ما هو كاتبها هنا كده. ايوه دي الاربعه مرسومه من الديتم. طيب تاني نقطه اقوم رايح، والله يا باشمهندس ده انا عندي ان دروب واحده، خلاص يبقى ان دروب واحده، اقوم ضارب هنا في واحد، هتلاقي 4 ناقص 0.308 هتطلع معاك بكام؟ ب 3 وسبعة من عشرة تقريبا. يبقى هنا هاجي هنا من الديتم واطلع على المسافة دي اللي هي 3.7. طيب تعالى نروح النقطة رقم 3، بص كده 1 2 3 4 هي يا باشمهندس 5، بس التلاتة ما بين الأربعة والخمسة، هي ما بين الأربعة والخمسة؟ اه لا هي عند الخمسة، اه هي لسه الخامس اهو. يبقى عندك هنا 1 2 3 4 5، ما بين الاربعه والخمسه. فيا باشمهندس ما تقوليش 5، قولي لا، ده هي ما بينهم تقريبا في النص. يبقى هتقوم خلاص، يبقى الدلتا اتش هنا اللي هتعوض بيها هنا، يبقى اتش اي بتساوي 4، الان دروب بكام؟ ب 4.5. يبقى هتضرب 4.5 في 3.08 وتطرح من الاربعه يطلع لك الرقم ده. طيب النقطة رقم 4، ركز معايا كده، 1 2 3 4 5 6 7، ما بين السبعة والثمانية يبقى 7.5. أنت شايف حصل قد إيه دروب؟ يبقى الدروب اللي حصل كام؟ حوالي 3 في دلتا اتش. 3 في دلتا اتش يعني تقريبا 1. فعند الشيت بايل حصل دروب بمقدار 1.
طيب بقيسه ازاي يا باشمهندس؟ باجي عند الداتا هنا واطلع المسافه دي اللي هي رقم 3، واجي عند الداتا واطلع المسافه دي واوصل بينهم واكمل رسم من اللي تحت. واكمل رسم من اللي تحت. كملت رسم من اللي تحت، ابدا اجيب النقطه رقم 3 يطلع لك 12 ونص تقريبا، فاقوم راسم النقطه دي. بعد كده اخر حاجه اللي هي 13 ده 11 11 ونص هنا، بعد كده النقطه رقم 13 هنا ايه يطلع لك بصفر، واقوم موصل بينهم. طب يا باشمهندس هنا في نت ابليفت وفي توتال ابليفت، بص هنا الميه اهي، فده كله زي ما قلت لك ده كله بالنسبه لي توتال ابليفت اهو من الاول للاخر، ده كله ابليفت هندسه. يعني الرسمه بتاعك المفروض جايبه ده كله. يعني الرسمه لو انا جيت ارسمها هنا يا باشمهندسين كده ايه، فالمرسوم ده هو مرسوم من اول هنا لاخر هنا، لان القاعده منتظمه فالشكل منتظمه منتظم. تاخد بالك يعني المفروض ده يجي هنا كده اهو ويجي هنا، يبقى عامل كده اهو، لان هنا حصل دروب اللي هو عند الشيت باي. تمام، هنتكلم عن اهميه الشيت باي ان شاء الله السكشن الجاي بالتفصيل يعني بتاعي الاول. طيب هنا فين النت ابليفت هندسه اللي فوق بس؟ لان اللي تحت ده كله ميه، ده كله يا جماعه ميه، فده مش نت ابليفت، اللي فوق بس. تمام، هل في مشكله يا جماعه في رسم الابليفت دياجرام؟ هل في مشكله في رسم الابليفت دياجرام؟ اتمنى يكون الموضوع واضح وسهل. تعال نشوف لو انا يعني لو في حاجه تانية مرسومه اهو، ادي الاتش ماكسيمم وادي السكيل وادي الفلو نت الان والدروب، وبعد كده فضلت ماشي وقمت محدد ده وبعد كده قمت راسم. لو انا عايز بقى احسب قوه الابليفت يا هندسه فعشان تحسب قوه الابليفت بيقول لك من خلال برنولي اكيوشن اللي هي الاتش بتساوي بي على جاما زائد الزد في سكوير على 2 جي. طبعا ما عنديش سرعه فيبقى في سكوير 2 جي بيساوي صفر. طيب انا عايز ارسم احسبها ازاي؟ بيقول لك الابليفت بريجر اتش ناقص زد في الجاما ووتر. الابليفت بريجر اتش ناقص زد في الجاما ووتر، ركز معايا. بيقول لك المسافه من النقطه المراد حساب عندها حتى الديتم، لو الزد دي لو فوق الديتم موجب، لو تحت الديتم سالب. بمعنى ان انت عندك ده الديتم اهو هندسه. تمام، لو انا قلت لك قيمه البي هنا بكام؟ بص اتش ناقص زد، ما انت قايل لي لو تحت بسالب يبقى اتش ناقص ناقص يبقى موجب زد، يبقى دي كلها بالنسبه لي ابليفت، دي كلها بالنسبه لي ابليفت. طيب هندسه لو انا عايز احسب قيم الابليفت دي ببساطه جدا، انت محتاج انك تبسط لي الشكل. انت في ناس ممكن يقول لك ايه، انا هاخد ده شكل كده شبه منحرف، وايا كان الشكل بصراحه هندسه يعني بصراحه ده ليك انت، انت قسم لي الاشكال دي بشكل منتظمه واحسب لي الاريا. تعرف تحسب الاريا؟ اضرب الاريا دي في الجاما، لان كده كده الشريحه اللي احنا واخدينها 1 متر اهي، الاريا في جاما ووتر لان واخد شريحه 1 متر بس. طيب اجيب الاريا ازاي؟ والله هندسه الواحد يقول لك ايه، ده انا هاخد ده شبه منحرف بسيط اهو، بعد كده انا هاخد ده كمان شبه منحرف لان الاثنين دول اشبه منحرف، بعد كده هاخد ده مثلا، يبقى انت عندك 1 2 3. واحد يقول لك ده ممكن اخده كده، يعني اخد ده حته واحده بعد كده اخد ده، يبقى لك 1 2 وصلتها لك اهو. اهو بصوا ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه. طبعا انت براحتك، انا قلت لك انت في الاخر انا عايزك تحسب لي التوتال ابليفت. التوتال ابليفت جاي منين؟ من الاول لاخر القعده، وما تنساش لاخر القعده. النت ابليفت هنعرف قيمته بعدين، يبقى من الاول لاخر القعده، من الاول لاخر القعده وهكذا تفضل ماشي من الاول لاخر القعده مقسوم على الدبليو. طيب الدبليو ده هندسه هحسبها ازاي؟ والله ده بتاعك انت بقى، ده شبه منحرف اهو، ده الشكل الدبليو بتاع الشكل يا جماعه بتاع اللي هو الهدار. يعني ممكن واحد يقول لك ايه، انا عندي ده وعندي ده مستطيل اهو وعندي شبه منحرف اهو، يبقى دبليو ده ودبليو ده ودبليو ده. الدبليو نفس الكلام، الاريا مضروب بس في الجاما كونكريت،
الاريا في الجاما كونكريت سواء ار اس او بي اس رينفورس كونكريت او بلين كونكريت. هتقسم الدبليو على اليو لازم تطلع تكون اكبر من واحد، هنقول واحد وربع، ويبقى سيكشن الابليفت خلص. واتمنى تكون الدنيا تكون وضحت، ولو في حد عنده مشكلة يا ريت يعرفني. شكرا لكم.